السلام عليكم الأحباب، أتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. الحمد لله. كيف ما وعدتكم درت لكم السونداج في القناة ديالي وقلت لكم كيفاش نقصت، بغيتو كيفاش نقصت في الوزن ديالي، ودرت حتى سونداج في الانستغرام واش بغيتو ندير لكم فيديو كيفاش نقص، والناس تفاعلوا معايا الحمد لله. المهم بالنسبة للناس اللي مهتمين أنهم بغاو ينقصوا في البواز ديالهم، المهم يعني نقص، انا درت واحد تشالنج درته بوحدي، يعني شي حاجه بسيطه ماشي شي حاجه صعيبه، هو انني نهار درت الريجيم نتاع في 80 يوم، هو انني كنت في 97 كيلو وهبطت ل 81، يعني نقص 16 كيلو. درت واحد الغلط. شنو هو هذا الغلط؟ هذا هو انني فسال الريجيم مشيت تناكل اي حاجه تاع الحلاوه، يعني وليت تناكل فهمتي واحد الشرارة، يعني تناكل بزاف، ولقيت راسي دازت واحد 7 شهور 3 شهور ولا لقيت راسي تزاديت في البوا كيف ما غادي تشوفوا في هاد الصورة. هادي ملي وصلت لهاد البوا هذا هو عجبني الحال، ولكن هنا فين بغيت التغيير نفهم كلشي، هو انني فاش رجعت نمارس رياضة الجوجيتسو اللي انقطعت عليها هادي ما عرفتش شي عامين بحال هكا. المهم فاش رجعت لقيت راسي ما تنعرفش نتحرك في الارض، يعني ما عنديش القدره باش ندير شي حركات في الجيسو في الارض. المهم فهاديك اللحظه وانا نقول مع راسي خصني نقص في البوا باش نزيد باش نتحرك مزيان ونخدم مزيان، وانا نقول مع راسي دونك خصني ندير ريجيم. ولكن الغلط الوحيد هو انني فاش درت هذا الريجيم هذا ما بغيتش ندير بحالو، هو اني نقص في البوا ومن سالي نعاود تاني نتزاد، وانا نقول لا خصني نبدل هاد العادة هادي، خصني ندير شي حاجة ما تكونش ريجيم ومنها نطيح في البوا. وكيفاش غنوريكم، وانا نقول كيفاش بقيت نفكر ونقول ندير هاد الفكرة هادي، هي اشنايا؟ هو انني نبدل واحد العادة كبيرة كانت في حياتنا دينا سنوات، خصني نبدلها ونبقى عليها، يعني ندير عادة هي صغيرة ولكن في راسكم واحد القضية ديال العادات الصغار عندهم نتائج كبيرة، عندهم غادي تعرفوا كيفاش. وانا نقول ما باقيش نتعشى، صافي نحسي العشاء ونبقى غادي عادي ناكل كيف ما بغيت. اي هو اش درت؟ انا قاطع اي حاجة عندها علاقة بالسكر الابيض، وقاطع سميتو المشروبات الغازية، وسميتو الخبز تناكلو يعني ثلاث ربيع مع الصباح، يعني هادشي شي حاجة تناكل المرقات تناكل كلشي، يعني ماشي ما حرمش راسي من الماكلة، هو حاجة وحدة هو العشاء اللي بدا نتعشاش. تخيلوا معايا خمسة العشية كنحبس الماكلة ما باقيش تناكل حتى شي حاجة، إلا رشق ليا وجاني الجوع كندير سلطة. سلطة اش فيها؟ خص ماتيشا خيار، صافي هادشي اللي تناكل وكننعس، يعني ماشي شي حاجة. حتى تنمشي كنتريني بالليل تنجي جيسو تنجي تنعاود تاني ناكل داك الروباج ديالي، هادشي اللي رشق ليا، ما رشقليش تنعس ديريكت ما نتعشى ما والو. يعني تخيلوا معايا من الخمسة العشية حتى السبعة الصباح ولا السبعة وربع، يعني كاين 14 ساعة تقريبا ما كناكل حتى شي حاجة، وكيف ما قلت لكم لا رزق ليا كندير واحد الصالاد صعب، يعني ما كايناش شي حاجة انني خصني نتعشى ولا ناكل ولا شي حاجة، ما كايناش. قاطع تنجي كتريني كنجي بعض المرات تنجي كنشرب غير الماء كنعس، ما عنديش شي حاجة أخرى والحمد لله. ورا تخيلوا معايا هكا بقيت عرفتي شحال بقيت وانا على هاد المنوالات؟ عام عام وانا بدا نتعشاش ولا تعشيت تندير صلاه. وكيفاش بديت هاد الشيء هذا؟ هو انه في صلاه رمضان، ديك الساعه رمضان كنت ما نتعشاش في رمضان، ومنين صلاه رمضان وانا نبقى بهذاك المنوال بقيت انني ما كنتعشاش وعجبني الحال. تخيلوا معايا تنفيق الصباح تلقى كرشي بغات تاكل ومرتاح، يعني تنعس تجيني مرتاح. كاين واحد الناس بيقول لك انا ما نقدرش الناس وكرشي خاوي، ولكن الا ولفتي واليوم على غدا تقدر تنعس وكرشيك خاويه وتفيق بخير وعلى خير مع الاخر، وتاكل تفطر مزيان بالنسبه للناس اللي ما تيقدروش يفطروا في الصباح مزيان، تفطر مزيان العمس وتمشي فين بغيتي تمشي. هو انني فاش قطعت العشاء ما بقيتش نتعشى، هو انني فاش زدت في هذاك البوا وصلت 102 كيلو. تخيلوا معايا راه صعيبه 102 كيلو يكون فيك وغادي بيها وجاي، صعيبة بزاف. انا جربتها وراه قاسحة بزاف، يعني 102 كيلو طابت 90 كيلو راه، و محيدي العشاء، يعني تخيل معايا محيدي العشاء
وقاد على اي حاجه عندها السكر الابيض صافي. هادشي اللي قاد عليا وتوصل بالماء بزاف عادي نورمال، ترى كل مرقة عادي، ما كاينش شي دايت صعيب ولا شي حاجه. هو بنصحكم واحد النصيحه، هو انك ما باقيش ديروا ريجيم صعيب. عرفتي علاش؟ ملي راهي تتسالي داك الريجيم كتولي كتاكل اكثر ما كنتي كتاكل. انا كنصحك ديري عاده صغيره صغيره وحده، وراه عندها واحد الاثر كبير. كيف حالي يعني كنتي العشاء صافي، يعني ماشي شي حاجه، هو انني كناكل الشوفان ونحسب الشوفان وناكل الدجاج ونحسب شحال تاع الدجاج ونحسب لي كالوري واجي ومراقب. راه واحد النهار غادي تغلط وغادي تبقى غلط. لا هما انا حيدتي العشاء. كنتمنى الناس اللي بغاو يجيو ريجيم ويضربوا فيه واحد المده، راه غنقولها لك راه غادي تعاود تاني تغلط وغادي تزاد تاني في البو كيف ما درت انا. انا درت حاجه وحده، درت حاجه وحده هي انني حيدتي العشاء. ان شاء الله غادي نجيب لكم شي حوايج اخرين كيفاش نقصوا في البو، فهمتي؟ شي حاجه بسيطه، ماشي دير ريجيم وتنقص في البو وهادي، لا هما شي حاجه عاديه هو تحيد العشاء صافي. السر الوحيد حيد العشاء. واحد النصيحه تانية طاحت لي في دماغي بنقولها عليكم، هو الناس الا بغيتي دير ريجيم وصديق دير ريجيم، ما ديش ريجيم صعيب صافي، فهمتوا؟ ما ديروش ريجيم صعيب، راه الا درتو ريجيم صعيب راه غادي يسالي وغادي دير بيه واحد الوقت وغادي يسالي وغادي تزاد تاني في القوه وجات تاني ما تعاود تاني تطيح. لا هما دير حاجه سهله، ما لا هو انك تبدل واحد العاده بعادة صغيرة، والعادة الصغار عندهم واحد الأثر كبير في التغيير ديال الحياة ديالك. يعني حتى بالنسبة للناس اللي بغاو ينقصوا في البوا يديروا هاد الشيء اللي قلت لهم، حتى الناس اللي تيقراو يديروا واحد العادة صغيرة، حتى الناس اللي تيخدمو يديروا عادة صغيرة، ديرها في حياتك عادة صغيرة غتغير لك حياتك. واني وانت المهم نتمنى هاد الفيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم، واللي عنده أي ملاحظة وأي حاجة يكتبها لي في الكومنتات تحت. ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا، وتشكركم الأحباب على أي حاجة كتسير على قبلي، وشكرا بزاف.